السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبحكم الله بالخير والنور والرضا والسرور. صباحكم الورد المنثور، صباحكم الأخبار الطيبة، وصباحكم كل شيء زين وفنان وماشي شراته في الدنيا العودة. سامحوني، أول أمس وأمس واليوم ما ظهرت على السناب وسبة عزة مخلفة حياة عمير بن يوسف موزة أم محمد رحمة الله عليها، أم وأهل وصدقان ويران ورحم، وصلت قرابة وصلت نسب وصلت محبة وصلت قر، يعني كل أمور الدنيا تربط بيننا وبينهم بالأهم، وكل طوايف هالبوظبي، يعني نحن في أبوظبي عائلة وحدة، في الإمارات ككل يعني عائلة وحدة. واحد يتأثر، نعم يتأثر، من تأثر صدقانه وخلانه وأحبابه ويرانه واللي ربى وياهم واللي درس وياهم ويا عيالهم، من استوينا في فرجان وفرجان وحده وفي بلاد وحده، فمصابنا ومصابهم واحد. فلذلك أنا وقفت 3 أيام والحمد لله اليوم يوم ثالث، وصرت تخلفت الجماعة وأديت الواجب، وحين طالت أعماركم أنا وصلت بيتي وبباشر حياتي اليومية من عقب انقضاء 3 أيام عن السناب، ومن عقب ييتي من صلالة، ومن عقب ييتي من صلالة. سيرة صلالة كانت جميلة للغاية، استمتعت، فكل الشكر والتقدير لما حظيت به من حفاوة استقبال وكرم ضيافة من الجهات المعنية والجهات الناس كلها. يعني شكرا من القلب وزارة التراث والسياحة العمانية، شكرا من القلب بلدية الظفار، شكرا لكل من ساهم في إنجاح هذه التغطية الجميلة المميزة بالنسبة لي أنا. يعني بما يعني نظرتي أنا للزيارة هذه كانت جميلة، أنا استمتعت إلى أبعد الحدود، كرم وضيافة وناس طيبة وأيواد وصغارة نفس وزين وطيب. بني آدم شو تبغي أنت يوم تصير عند العرب؟ كلمة مرحبا وسهلة هذه تسوى الدنيا وما حاشوشة. فلذلك أنا كانت من أسعد لحظات حياتي زيارتي لعمان. عمان كل بكبرها ما تروم تعزل منطقة عن الثانية، ما تروم تعزل مكان عن الآخر، يعني شيء متجانس من شرقها لغربها. الله يحفظها من دار، يحفظ دارنا ودار المسلمين أجمعين.